أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم رسائل من عكاظ. هنا في سوق عكاظ يسرنا أن نستطلع بعض الآراء للزائرين وللمعارض المشاركة في هذا السوق، فأهلا وسهلا بكم. أعزائي المشاهدين، ما زلنا نتواصل في لقاءاتنا هنا وفي معرض لوحة وقصيدة المساهم والمشارك في سوق عكاظ، والذي له بصمة تاريخية وبصمة جمالية في هذا المعرض. يسرني أن نلتقي بالفائز من المركز الأول الفنان عفوا المساهم في المركز الثاني الفنان التشكيلي محمد الخبتي. أهلا وسهلا بك فنان محمد. حياك الله، تشرفنا والله. طيب الله يسلم إيدك. أول شيء نبارك لك هذا التكريم وهذا الدرع. الله يبارك فيك ويطول في عمرك. تستاهل الطيبة إن شاء الله. وأنت كذلك إن شاء الله. حدثني عن مشاركتك هنا في معرض لوحة وقصيدة ومساهمتك وحصولك على المركز الثاني. الحقيقة أنه يأتي معرض أو مسابقة لوحة وقصيدة ضمن مهرجان سوق عكاظ من ذو الدور الثانية، وهو يهتم في مزاوجة أبيات شعرية للفنان، حرية اختيار أبيات لأي شاعر معروف، ويبدأ يحاول يزاوج بين الشعر اللي هي فن لفظي وفنون بصرية اللي هي الفنون التشكيلية. وطبعا كل سنة نرى الحمد لله يعني المستوى يرتفع، والسنة العام هذا الحمد لله كان المستوى رائع جدا والأعمال جيدة. بالنسبة لعملي، الفائز بالمركز الثاني هو الشاعر المعروف حافظ إبراهيم، اللي هو يعتبر شاعر النيل، قصيدة الشهيرة اللي هي اللغة العربية تنعي حظها. طبعا هذا الكلام القصيدة يمكن قالها منذ زمن طويل، فكان تجسد القصيدة هي جحود أبناء اللغة العربية للغتهم، للغة القرآن، فما بالك احنا في الزمن هذا. فحاولت اني اجسد العمل من وحي هذه القصيده. طيب تذكر لي اول كلمات هذه القصيده وتشرح لي اللوحه على اساس انك ركبتها الفكره. طيب هي بدايتها: رجعت لنفسي فتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت عداتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي. ومن ضمنها يقول: أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل سأل الغواص عن صدفاتي. فهو يتغزل في اللغة العربية ويوصفها بألفاظ بأوصاف رائعة وجميلة، وفي نفس ويشكي. أيوة هذا هو. والله هي في الحقيقة أنه طبعا هي يعتبر نسقين مختلفين، زي ما تفضلت في البداية قلت لك أنه هذا نسق لفظي وهذا نسق بصري، لكن حاولت استخدم بعض الرموز وبعض مثلا جسدت حروف اللغة العربية بالإضافة إلى بعض الزخارف الإسلامية، وإضافة مع خبرتي أنا وتكنيكي الخاص، في إضافة إلى بعض البحر، أعماق البحر. يعني هذه البحر ماخذة من البيت الشعري. أيوة حاولت أنا ما إنه يعني حاولت قدر ما أستطيع إني أزاوج الأبيات اللي وظفتها في نفس اللوحة بتكنيكي ومع خبرتي السنين اللي ما مارست فيها الفن التشكيلي، وإن شاء الله تكون وصلت الهدف. وصل للهدف. كل سنة رسام محمد تشارك؟ والله أنا تقريبا لي يمكن 3 سنوات وأربعة أشارك، ولم يحالفني الحظ إلا هذا العام. طيب شعورك لأول مرة يحالفك الحظ في سوق عكاظ من سنوات؟ بالتأكيد أنه الحمد لله شرف لي وفخر بكون أن الآن المسابقة أصبحت يعني على المستوى يعني عالي جدا، ومشاركة حتى مشاركة أخوان العرب المقيمين في المملكة برضو مشاركين معنا، فهذا وكل سنة يعني المستوى السنة هذه يعني برضو من الأشياء اللي أعتز فيها أن المستوى العام هذا رائع جدا ومستوى مرتفع، فهذا برضو شكل لي يعني
ان شاء الله في المستقبل شكل يدافع ان شاء الله باذن الله تعالى. نحن بدوري نشكر لك هذا اللقاء، سعدنا جدا بالفنان التشكيلي الفنان محمد الخبتي، حقيقه يعني لاحظت في جماليات في اللوحات، لاحظت جماليات في المعرض، قصائد ولوحه، يعني جسدنا زي ما قلت الفن الشعري مع الفن البصري، فبالتالي يعني حصلت هذه اللوحه. نتمنى لك مزيدا من التقدم، مزيدا من الرقي، مزيدا من الابداعات في الاعوام القادمه باذن الله تعالى. نشكرك على اللقاء. الله يعطيك العافية، وشاكرين قناة المرقاب لتفضلها واهتمامها بهذا الجانب. نلتقي أعزائي المشاهدين مع الأستاذ محمد بن عيد الثقفي المشرف على معرض لوحة وقصيدة المساهم والمشارك في سوق عكاظ. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك. حدثني عن تواجدكم هنا في سوق عكاظ ومشاركتكم لهذا المعرض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مسابقة لوحة وقصيدة تعتبر من المسابقات الرئيسية في سوق عكاظ، يعلن عن المسابقة طبعا كل عام قبل افتتاح السوق بستة أشهر وفق ضوابط وشروط للفنانين، وهي متاحة للفنانين السعوديين والفنانين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية من الدول العربية. تنافس هذا العام على هذه المسابقة أكثر من 80 فنان، وأكثر من في الفرز الأولي أكثر من 150 عمل لوحة في هذه المسابقة، ثم تمت التصفيات حتى وصلت إلى لجنة التحكيم ما يقارب 100 عمل، اختير من الأعمال الفائزة الفنان يوسف إبراهيم بالمركز الأول والفنان محمد الخبتي بالمركز الثاني وهما سعوديان، والمركز الثالث للفنان صادق غالب من جمهورية اليمن الشقيقة. كل سنة في هذه المسابقة يتجدد اللقاء بنا وبالفنانين، حيث يكون هناك المستوى أفضل من الأعوام التي قبلها وتحتد المنافسة، ونرى وجوه جديدة من الفنانين والفنانات في هذه المسابقة. أما فكرة المسابقة فهي عبارة عن يختار كل فنان قصيدة من قصائد الشعراء المسجلة في دواوين شعرية، ثم يترجم هذه القصيدة ويحاكيها في لوحة تشكيلية تحاكي هذه القصيدة ووفق ضوابط تشكيلية طبعا وضوابط شعرية تحدد لجنة التحكيم الأعمال الفائزة بهذه المسابقة. طيب بالنسبة للمراكز الثلاثة، ما هي جوائزهم وما هو الدافع لهم؟ طبعا بالنسبة للفائزين طبعا الجائزة كاملة هي 100,000 ريال سعودي، المركز الأول 50,000 ريال، المركز الثاني 30,000، المركز الثالث 20,000 ريال. طيب كيف ترى الإقبال على هذا المعرض بشكل عام من الزائرين؟ والله بشكل عام الفنون التشكيلية تخطو خطوات ممتازة من ناحية المجتمع، ثقافة المجتمع تغيرت، بدأ المجتمع يطلع على الفنون التشكيلية بشكل كبير أفضل من ما سبق. في كل عام نستقبل زوار يبدأون يسألون عن المشاركة في هذه المسابقة وطموحهم في أن يكون لهم اسم في عالم الفنون التشكيلية. طيب بالنسبة للوحات المشاركة، يعني ما في هناك شخص في المعرض يبدأ يكتب مثلا مشاركاتهم أو شرح لهذه الرسومات؟ بالنسبة كما ذكرت المسابقة هي عبارة عن مسابقة لوحة وقصيدة، فالقصيدة هي تشرح العمل، يعني كل فنان يحاول يجتهد أن يحول هذه القصيدة إلى لوحة تشكيلية، فأظنها لا تحتاج أن يكون هناك من يفسرها. أكيد بلا شك، ولكن بعض اللوحات فيها غموض نوعا ما. طبعاً يعني طبعا بالنسبة للفنون التشكيلية تختلف من ناحية المدارس، فهناك مدارس كل فنان له مدرسة معينة من الكلاسيكية حتى التجريدية، فتختلف الأساليب بين الفنانين. طيب أستاذ محمد، نحن بدوري نشكرك هذا اللقاء، شكرا جزيلا لك. حياكم الله، وحنا كذلك نشكر قناة المركاب، شكرا عليك. هذا حياكم.
شكرا، السلام عليكم. ما زلنا متواصلين معكم أعزائي المشاهدين ومع لقاءاتنا هنا في المعارض المشاركة والمساهمة على في سوق عكاظ. معنا الأستاذ خالد الروقي المسؤول على الجمعية السعودية للتربية الخاصة بالطائف. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد. مرحبا، أهلا وسهلا، شرفتونا بزيارتكم. طبعا الجمعية السعودية للتربية الخاصة هذه المشاركة لها الأولى في الطائف. أخذنا الركن في سوق عكاظ وبدأنا بداية مبكرة لله الحمد. الهدف للجمعية هدف توعوي بحت، بحيث أن نعرف الأهالي على أنواع الإعاقات وسبل الوقاية منها، وكذلك ننتقل لمرحلة ما بعد الإعاقة. إذا حدثت الإعاقة ما بعد الإعاقة، أغلب العوائل أو الأسر ما تعرف وين تتوجه بعد إذا صار عندها طفل مصاب في البيت. حنا الجمعية تقوم على توجيه صحيح، بحيث ينضم إلى أحد البرامج المقامة في المناطق ويكمل تعليمه ويكمل دراسته. كيف ترى الإقبال وكيف ترى التوعية الصحية والتوعية النفسية والتوعية التربية الخاصة بشكل عام، من التوحد إلى إضافة إلى بعض من النماذج أو من نماذج التربية الخاصة؟ كيف ترى توعية البشرية والأسر في هذا الشيء؟ والله جانب التوعية كانوا مقصرين فيه كثير، بحكم أن فيه أعداد قليلة تجينا على الركن ما تعرف وش التربية الخاصة ولا تعرف أنواع التربية الخاصة، وفيه انتشار كبير للتوعية الخاصة، من ضمنهم اضطراب التوحد ممكن أكثر من 120 ألف حالة في السعودية، والغالبية لو ما يعرف وش معنى اضطراب التوحد. حنا دورنا أن نعرف المجتمع باضطراب التوحد والإعاقات الثانية وتوجيههم التوجيه الصحيح. أستاذ خالد، نحن بدور أن نشكرك هذا اللقاء، نتمنى لكم مزيد من التقدم والرقي. الله يعطيكم العافية، شرفتونا في ركننا، وبإذن الله أنا نبذل المجهود إن شاء الله للمستقبل بإذن الله.